السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبابي بقناتي قناة لقمة شهية، قناتكم قناة لقمة شهية، لأنه أنا إن شاء الله رب العالمين حتكون هذه قناتكم اللي حتستفادوا منها إن شاء الله رب العالمين. الله يسعدكم يا رب. واليوم طبختنا هيني وليني مثل العادي، يعني هدول من 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 طبخات أجدادنا، وأنا بعدني بلائحة البرغل. واليوم أكلك فيها كمان برغل، يعني صنف البطل هو البرغل، وبرغل خشن، وبتنعمل ببرغل أبيض، بس أنا ما بفضل بالبرغل، الأشياء اللي فيها بندورة بفضلها بالبرغل الأسمر. وأكلتنا بتنعمل ببرغل أبيض، بس أنا بفضلها ببرغل الأحمر الأبيض، يعني أنا بخصصه للأكلات الدجاج. وأكلتنا هيدي اليوم، الجيل اليوم ما بقى يعرفها، تعود على الأكل الأجنبي أكثر من العربي. وزمان كانوا كل الستات اللبنانية بيعرفوها، ستات اليوم ما بقى يعرفوها، قليل منهم اللي بيعرفوها. هي برغل على بندورة، سهلة كتير وطيبة كتير وخفيفة، يعني ما فيها متطلبات كتير ولا تعقيد كتير. نقول بسم الله ونبلش بعد مقاديرنا لليوم. والمكون الأساسي، ومثل ما قلت لكم، المكون البطل هو البرغل، برغل الأسمر، برغل الأسمر الخشن. هذا البرغل لازم له، يعني أنا معي كباية هون، لازم له تقريبا شي 5 دواش بندورة، وهدول الحبات لو إنهم حمر ما بحتاج ضرب، بكتفي فيهم لو للطبخ، بس هدول للسلطة، وهذا اللي نواجد هون. بدهم هدول الكمية، بدهم 3 بصلات و4 حصوص ثوم، وبدهم معلقة صغيرة، أنا بحب البهار، يعني إذا بتلاحظوا بحب كتر بهار، بحسه بطيب أكلتي. معلقة صغيرة بهار أسود، ومعلقة صغيرة 7 بهارات، وعندي 3 معالق رب بندورة. في ناس حتقول كتير، هو كتير لو كان البندورة الطبيعية اللي معي حمرة كان بكتفي، وما بدي رب بندورة، أما مثل ما بيسموه ببعض الدول معجون الطماطم. أما لأنه ما في بندورة حمراء، وهيدي خرج سلطة، حاستعين باللون هيدا، لون الرب. عندي معلقة صغيرة ملح، والملح حسب الرغبة، يعني هلا بنرجع ندوق وبنشوف، إن ما كفينا الملح بنرجع نضيف ملح. عندي المادة الدهنية اليوم هي الزيت النباتي، واللي بيحب يستخدم شيء تاني هو حر، بس أنا بحب هاي الأكلة بتكون زيت نباتي. ومي، لكل كباية برغل بدها تقريبا 2.5 كباية مي، وإذا بتحبوها ملقى 3 كبايات مي. بنروح على طبختنا وبنقول بسم الله. بنقول بسم الله ونبلش طبختنا. ننزل زيت، تقريبا فنجان شاي او فنجان قهوة. احبابي بعد ما حني الزيت بننزل البصل، نخليه في الكتير حرارة اكثر، يعني ابدي ياخد اللون الاحمر او الاسود، بس هي يبدل بس. وبعد ما طوحنا البصلة بننزل الثوم، كمان بنعمله تشيحة هيك خفيفة، مثل ما ملاحظين انه الثوم خليناه تقريبا ظاهر، يعني مشان يبين على البرغل. احبابي هيك اللون بدي اياه، لا لون احمر ولا اشقر، بس دبلة البصلة والثوم. هلا صار لازم ننزل البهارات، نصهم مثل ما قلت لكم قبل، نص البهارات بنزلهم تياخذوا تقلية بالزيت، والنص الثاني بعدين. بنزل البندورة بعد ما طلعت ريحة البهار، نحرك
بنحركهم منيح وبنحاول نغطيهم فتقدر حبة البندورة شوي ما كثير أكيد لا تضل ظاهرة بس تكون مستوية. حبة البندورة هيك بدي اياها انا مستوية بس مبينة يعني واقفة الحبة هيك بدي اياها. وهلا بهي المرحلة بنزل البرغل اللي غسلناه. بنزل البرغلات اللي غسلناهم مرة واحدة عشان ياخذوا من هيدا الصوص البندورة. لما نضيف المي بنحط الرب بندورة او معجون الطماطم مثل ما بيسموها بنخلطهم منيح وبننزلهم كلهم سوا. هلا بنزل باقي البهارات مثل ما اتفقنا والملح، وقلنا الملح حسب الرغبه. هلا بعد شوي بندوق. هلا بنخفف الغاز عليهم ونغطيهم وبعد شوي بنشوف شو صار بالطبخه. احوالي هيك تمام، هيك طبختنا وصلت على النهائي. قلبها مي، ما بدي اياها ناشفه، بدي اياها هيك. فيني بعد نشفة أكثر بس لا أنا بدي إياها هيك، لا ما بدي أعمل حدا شيء. ممكن أكل حدا ورقيات مثل نعنع، حبق، بصل، أخضر أو فجل، روكا، بس ما بدي إياها أنا ناشفة، بدي إياها هيدي المرقة موجودة بقلبها هاي المرقة. هلا شوفكم عند السكر أحبابي، وهيدا الشكل النهائي لطبختنا. وليكو التوم ظاهر، بندورة ظاهرة. على فكرة في معلومة ما قلت لكم اياها، في ستات بيضيفوا بطاطا، يعني عند لما قلي البصل والتوم قبل ما نزل البندورة بنزل البطاطا كمان، بقليهم شوي برجع بنزل البندورة مثل ما عملنا وبكفي طبختنا. بحب شكلها بدون بطاطا اكتر. ليكو التوم ظاهر والبندورة ظاهرة، جربوها. اذا حبيتوها ما تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس، بكون ممنونتكم. مع تحياتي أنا سينيو وايد.